الله سبحانه وتعالى حينما جعل ما عنده خير وأبقى، الله سبحانه وتعالى يقول الرسالة لكل واحد منا أن الإنسان مهما حصل من متاع هذه الحياة الدنيا فإن الآخرة هي خير وأبقى، مهما جمع من مال الآخرة خير وأبقى، مهما سعى إلى منصب وإلى مكانة الآخرة خير وأبقى، مهما على الإنسان في هذه الحياة بجبروته بكبره بغروره، مهما وصل الإنسان في هذه الحياة فالآخرة هي خير وأبقى. الله سبحانه وتعالى قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي أن الإنسان الله عز وجل يقول للإنسان أنني أنا رزقتك، يعني ما عندك من الله، مهما كان رزقهم الله فهو ينفد وما عند الله باق، فالآخرة هي الباقية، والإنسان مهما مضى في هذه الحياة فليس له إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إن إلى ربك الرجع، الإنسان مهما حصل فإنه سيرجع يوما إلى الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى هذه الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا كما ترى متشابهين على قبور حافية. ولهذا حينما يعلم الإنسان أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المستقر وأن هذه الدنيا هي دار سفر، وهذا السفر عما قريب سينتهي، له محطة انتهاء، سينتهي هذا السفر، فهو لا بد أن يتزود للآخرة.